مرحبتين بكم مشاهدينا من جديد في برنامج أسواق. اليوم راح نشوفوا محلات مواد البناء شن هي معاناتهم، شن هي الصعوبات اللي واجهوا فيها. بالنسبة للحديد والاسمنت اللي مسبب الارتفاع في أسعارهم، مصانع مسكرة دوبك بدأت تفتح مصانع، هذا الحديد الاسمنت والمواد الأخرى مواد صحية، هذه كلها مستوردة من برا، يعني ممكن بسبب الدولار من جهة وبسبب الشحن من جهة تانية. شنو هو رايك في اسعار مواد البناء والمواد الصحيه كعامه؟ والله هي في بعض المواد ماشي حالها، لكن في بعض المواد حقيقه مرتفعه خلاف المناطق الاخرى. هي الناتج معروف، يعني معروف على البعد، غلاء الديزل بالنسبه للسيارات، الطريق المتهالكه بيقول لك انا لو تفجر لي اطار بيسوى بهذاك الحساب، ويعني حتى هم يدوروا في حسبه البعد، يدوروا في حسبه شنو ان هم حيخسروا هم جايين مثلا للبلاد، والبعد دائما ضريبته باهظه معروف احنا بعاد، ولكن مع هذا المواطن يئن من غلاء هذه الاسعار حقيقه، يعني جد يعني حقيقه المواطن يعاني كثير جدا من غلاء الاسعار هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعطينا رأيك في أسعار مواد البناء، هي مناسبة ولا غالية؟ والله شوف نقول لك، أنا دوبني خاش ماني عارف الحق، تو نسأل الحقيقة. يعني كخلفيتك قبل شنو تعرف عليها مواد على الحديد والاسمنت وارتفاع الأسعار؟ يا ودي مرتفعة، بالنسبة للأسعار مرتفعة الحقيقة، يعني أغلى من قبل بكرة. والله غالب شنو بيدير المواطن، بيخدم وخلاص بهالكيفية يعني.